السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. اليوم نكمل درس بناء فاتورة، إنشاء الفاتورة. اليوم الدرس تبعنا اللي هو إنه نضيف عملية الفاليديشن على كل الحقول، وكمان لما نضغط على حقل invoice date إنه يطلع لنا الكالندر تبع التاريخ. فإحنا محتاجين مكتبتين الآن، بدنا ننزلهن على النظام تبعنا عشان نشغل هاي الشغلات. اول مكتبة راح نحتاجها اللي هي الديت عشان نساوي عملية الكالندر. هندخل على الجيت هاب الخاص بالامسون بيك ديت، هننزل الباكج هذه عندنا داونلود زب فايل. هنروح على مجلد اللارافيل، على الكورس، على الانفويس تمب، على التمب. هننزلها هنا، هنروح على التمب، اوبن ان اكسبلورر، هيفتح لنا المجلد هنا. هنلاقي المكتبة اللي هي هذه، هنعملها اكستراكت. هندخل على المكتبة، هنلاقي عندنا اللب، عندنا الثيمز. هنلاقي في عندنا نوعين، كلاسيك وديفولت وار تي ال. هناخد الكلاسيك وهناخد ال RTL، هننسخهم كوبي. هنروح على عنا في البابليك، على الفرونت اند، على CSS. هنسوي مجلد جديد اللي هو البيك ديت، بيك اديت. هنسوي لصق ل ملفات السي اس اس بداخلها. الان نرجع للملف تبعنا، هناخذ البيك ديت، البيكر، البيكر، البيكر ديت تايب جي اس. هنسوي لهم كوبي، نروح على الجي اس تبعنا الفرونت اند جي اس، وكمان نفس الشيء نسوي دايركتوري بيك ديت، ونسوي لصق للملفات بداخلها. الان احنا نزلنا المكتبه، كيف هنساوي implement للمكتبة تبعت البيك ديت؟ نرجع لصفحة إنشاء الفاتورة، هنسوي إضافة للمكتبات تبعتنا اللي هي script src assets frontend js بيك ديت بيكر دوت جيس. هنسوي duplicate كمان المكتبة الثانية اللي هي البيك ديت، بيك ديت، والمكتبة الثالثة اللي هي بيك تايم. وعندنا الملف الرابع في حالة إذا كانت اللغة RTL، خلينا نسوي لها لارافيل اف ستيتمنت. إذا كان الكونفيج للاب لوكال يساوي AR اللي هي اللغة العربية، سوي لنا كوبي للملف، سوينا استدعاء لملف ال RTL.js. هنا ناقص ملف التعريب تبع ال JS. هندخل هنا على ال Translation، هناخد الملف العربي ونسوي له لصق عنا في المكتبة. الآن هذا ال Translation اللي هو تبع مكتبة ال Date الكالندر. نرجع للملف تبعنا، بدل RTL هنكتب ال AR.js، نتأكد انه صحيح. نقفل ال if statement. تمام، نستدعي ملفات ال css. كيف؟ طبعا احنا مجهزين، عندنا في ملف ال blade، هناخذ ال yield script، هنطلع فوق عند ملفات ال css، بعد ال bootstrap هنساوي yield بدل ال script style، عشان نقدر ان نستدعي ملفات ال css في اي صفحة من صفحاتنا الداخلية. اوكي تمام، الآن نرجع للكرييت، هنطلع على أول الصفحة بين الـ Extend Layout App والـ Section Content. هنسوي Section جديد at Section Style. تمام، الآن كيف هنستدعي ملفات الـ CSS اللي هو الـ Link Real Style Sheet Ref اللي هي الـ Assets Frontend CSS Bake Date Classic.
duplicate اللي هو ايش الملف الثاني classic dot time dot date. duplicate للثالث time. طبعا التايم احنا حاليا ما هنستخدمه، لكن انا حطيته هنا عشان تشوفوا انه اذا انتم حابين تضيفوا التايم، لكن انا ما هستخدم التايم عندي هنا في الابلكيشن. ونفس الاشي هنسوي if statement برضو، اذا كانت اللغة عربية نستدعي ملف ال RTL تبع ال CSS. pick a date CSS pick a date RTL. هيك خلصنا الاستدعاء. هنروح على الحقل تبع ال pick a date ال invoice date، هنضيف class اسمه pick date. هذا الكلاس هنستخدمه عندنا في الجيكويري. هنحط في اول الكود او في اي مكان pick a date، نستدعي الفانكشن pick a date format السنة، بعديها الشهر، بعدها اليوم. select month true عشان نقدر ان نختار الشهر من نفس الكالندر اللي راح يطلع لنا. select year true، عنا clear انه يطلع لنا زر للكلير، اسم الزر يكون كلير. عندنا زر الكلوز يكون اسمه اوكي، كلوز اون سيلكت، نعطي له القيمه ترو. هتلاقي كل الفانكشنز موجوده في الدوكيومنتيشن الخاص بالمكتبه. هذا هي الهوم بيج. هندخل على المكتبة، هذا الملف استدعاء المكتبة. في عنا الـ date picker، في عنا الـ time picker، طبعا فيها الـ options كاملة، احنا اخذنا بعضها حسب الحاجة تبعتنا. وفي عنا الـ time picker، وعنا في API. نجرب الـ function تبع الـ date، نيجي نضغط هنا هنلاقي انه طلع لنا date. نختار اي تاريخ على طول سكر المكتبة. today اعطانا تاريخ اليوم، clear مسح التاريخ، اوكي سكر المكتبه. تمام، نكمل الحلقه الجايه ان شاء الله. لا تنسونا من الدعم والاشتراك والسبسكرايب واللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.